منحى جديد تتخذه المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الجنوب اللبناني. جيش الاحتلال أعلن لأول مرة حصيلة المواجهات من القتلى بين صفوفه، وأفاد جيش الاحتلال بأن 18 شخصاً من بينهم 11 عسكرياً قتلوا شمال إسرائيل بنيران حزب الله منذ بدء القصف المتبادل بين الجانبين، والذي اندلع بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الفلسطيني منذ 7 أكتوبر العام الماضي. وفي أحدث تصعيد قال حزب الله إنه أطلق عشرات الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل، حيث استهدف قيادة اللواء 769 بجيش الاحتلال. الضربات حسب الرواية الإسرائيلية أسفرت عن حريق في مصنع بالمستوطنة. من جانبه قال حزب الله إن الهجوم جاء رداً على مجزرة ارتكبتها إسرائيل في بلدة الهبارية بمحافظة النبطية جنوبية لبنان، وكانت نيران جيش الاحتلال قد قصفت مركزاً طبياً ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم مسعفون. هجوم توعد بعده الحزب جيش الاحتلال بأنه لن يمر دون رد وعقاب. وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث تصاعد إسرائيل قصفها بالمدفعية والطيران الحربي للقرى والبلدات اللبنانية الحدودية، مستهدفة حسب ما تقول مواقع للحزب، بينما يستهدف حزب الله المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات، وهي الغربي والأوسط والشرقي، من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا.